ولا يخفى عليكم أيها الإخوة التحولات الكبرى التي تحصل في منطقتنا منذ أشهر هي تحولات كبرى وهامة وستترك تداعياتها على كل المنطقة من دون استثناء، ربما الدول العربية وربما أبعد من ذلك. وهذا الشيء يعني سوريا من ضمن هذه الدول، ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى ما يعنينا نحن كسوريا فيما حصل حتى الآن في هذه الساحة العربية الكبيرة، فنقول بأن ما حصل يعزز وجهة النظر السورية من زاوية هامة جدا. السلوك اللي عندي دخلت كلها على بعضها، مخه بقى في فيا وجزمته بقى في دماغه. أن ما حصل يعبر عن إجماع شعبي، عندما يكون هناك إجماع شعبي يجب أن نكون مرتاحين سواء كنا نوافق أو لا نوافق. أنا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك.